معنا الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لطيور النورس. كابتن سامر اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي استاذ محمد. حبيبي تحياتي وتحياتي لكل يعني هارد لك. يعني اقول لك ايه لطيور النورس الفريق المكافح اللي عامل شغل مميز جدا وعنده مجلس اداره على اعلى مستوى وعنده مركز اعلامي في زميلنا محمد سعد يعني عامل فيه كمان والله شغل مميز وانا بتابعكم على فكره من خلال محمد سعد وطيور النورس ان شاء الله نشوفكم في الممتاز قريبا. كلمني النهارده وشكوتك ايه اتفضل. والله بص انا عايز اقول طبعا انا كنت في نادي القناه في بدايه الموسم لغايه قبل نهايه المرحله الاولى بماتشين. ما انتوا عيله واحده يعني بقى. كنت مع نادي القناه 18 ماتش في المجموعه الاولى قبل ما تتقسم. المهم يعني انا والله سبع مباريات شبه لو شفتوا ضربه الجزاء النهارده سبع مباريات في نادي القناه كده ظلم تحكيمي غير عادي لدرجه ان انا يعني كان مش اقل من 12 13 نقطه كان زمان القناه في المنافسه وده كان الطبيعي لنادي القناه نادي كبير وعندهم امكانيات كبيره. على فكره بشيد دايما بنادي القناه وبقول ان نادي القناه وضعه الطبيعي الدوري الممتاز لان انتوا عندكم يعني بسم الله ما شاء الله امكانيات عندكم واحد من اهم استادات مصر عندكم يعني بنيه تحتيه كبيره جدا لكن يعني قدر الله مش افعال. كلمني النهارده على قصه النهارده كابتن سامي. النهارده الماتش طبعا انا بشكر الاول طبعا بشكر انا روحت الصراحه نادي بور فؤاد. انا كنت اول مره اروح انا اتفاجئت بنادي بور فؤاد عندهم امكانيات قدرات مجلس اداره على اعلى مستوى موفر كل لكن تتخيل يعني ان انت بتستعد لمباراه طلاع الكيش بدون اي مباراه رسميه والناس موفرين كل حاجه ماتشات ودي لعبنا ماتشات ودي مع انديه الدوري الممتاز وانديه والانديه اللي بتلعب دلوقتي في دوره الترقي يعني لعبنا مع الكهرباء ولعبت مع يعني الماتشات الناس اللي كانت والمنصوره ولعبنا القناه ولعبنا الاسماعيلي ولعبنا ام بي يعني عملنا مجموعه من الماتشات الوديه اللي كان متاح قدامنا ان احنا نلعب ماتشات وديه نحاول ندخل لعيبه في جو المباريات لان الماتشات خلصت في الممتاز بيه بلا شويه. خلي بالك نادي بور فؤاد في الممتاز بيه مش في المحترفين. ممتاز بيه تمام. فبقى لهم فتره ما الماتشات خلصت وبقى لهم فتره حتى الدوري بتاعهم اصلا دوري كان قصير جدا ما يساعدش خالص في التطور ولا تنميه قدرات اللعيبه يعني فكان علينا ان احنا بنستعد من خلال الماتشات الوديه. بشكر اللعيبه جدا 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 اللي ادت فوق طاقتها بالذات من الناحيه البدنيه. انا عندي يعني عندي كده بصدق ان كل اللعيبه شبه بعض حاليا المواهب قلت جدا وكله بصراحه شبه بعض مع الاعتراف ان نادي طلائع الكيش نادي كبير جدا يستحقوا النهارده الفوز. ببارك للكابتن عبد الحميد بسيوني لكن انت قدرت ان انا ازرع جواهم ان الفروق الفرديه مش كبيره جدا. هيبقى في فروق بدنيه طبعا بحكم ان هم بيلعبوا ثلاث كل ثلاث ايام بقالوا فتره بادين الدوري من بدري احنا ما بنلعبش خالص فطبعا هيبقى في فروق بدنيه وان كانت ما ظهرتش قوي لان احنا لاخر لحظه بنحاول نحرز هدف التعادل. الحمد لله يعني انا عايز اقول ان اللعيبه ادت مباراه كبيره جدا 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 على قد الشغل اللي خدناه وعلى قد الامكانيات البدنيه اللي موجوده حاليا. هم برده مش احسن حاجه احنا بنتمرن بس من غير ماتشات قدام فريق جاهز فريق كبير فريق عنده قدرات وامكانيات فاعتقد ان احنا ادينا في حدود المتاح ومع ذلك احنا لينا ضربه الجزاء الواضحه جدا ضربه الجزاء طلاع الجيش ملهاش اي اساس من الصحه دي فاول على المهاجم اساسا فاللي اتحسبت ليهم يعني لو انت هتحسب دي شوف بقى الاوضح الثانيه عموما كابتن سامر يعني رساله حضرتك وصلت وهو فعلا حصلت مشاكل كبيره جدا من خلال عدم وجود الفار في المباريات كاس مصر او في الدوري الرباعيه لكن هي برضه رساله للاتحاد المصري ورئيس لجنه الحكام.